بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعه الاسطح. في مشاكل بتورد لي كتير على القناه او على الواتس، بيتكلموا على ان في اعفان كتير بتصيب النباتات اللي هم بيزرعوها في الاسس. الحل بسيط وخالص، ولكن للاسف ما فيش حد، اي حد في اللي بيشتغلوا على الاسطح، وانا بشاهد كل القنوات بلا استثناء ما فيش واحد فيهم بروفيشنال او بفكر او دارس صح. المهم زراعة أسطح بدون أي أعفان أو أي مشكل خالص، بعد ما بتجهز التربة بتاعتك كده وحطيت التلت فيها مادة عضوية والتلتين مادة رملة أو بقية التربة المكونات اللي قلناها قبل كده، هنبدأ النهاردة نعبي. التعبئة للأسف والأسس اللي هم بيعملوها كلها غلط. أولا لازم الأسس يكون مناسب للحجم بتاع جذور النبات. يعني ده مثلا ممكن نزرع فيه طماطم، طماطم كويس، ليه؟ النص المحور بتاعه كبير والسعة بتاعته كبيرة، تمام؟ طيب لو زرعناه كده يا جماعة، لو زرعنا ده كده، المسافة من هنا لهنا على المية ما بتصفي بتحصل مشكلة، ولما بنملاه تربة بيحصل كبسل التربة، لما بتكبس التربة فبالتالي ما بيبقاش فيه مسام واسعة فيها، فبالتالي المية بتعم المسام اللي بين التربة وبالتالي بتزيد الرطوبة، لما بتزيد الرطوبة بيحصل ايه؟ الرطوبة بتحل محل الأكسجين. طيب جذر النبات بتنفس زيه زي أي كائن حي، مش النبات ده كائن حي، طب بتنفس زيه زي أي كائن حي، طالما ما فيش أكسجين ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عن دي ان الجدر هيتخنق ونمو النبات هيبقى ضعيف وفي الاخر هيحصل عفن جذور. طب نعمل ايه للقصه ديت؟ الحل بسيط خالص، خد بالك من القصه اللي جايه دهيت، وحاجات متوفره في كل مكان، وبدل ما بتزرع وفي الاخر الزراعه بتاعتك بتطلع مش كويسه. ليه؟ لان انت يا اما تحط حجم صغير للنبات بتاعك وبالتالي هيبقى في صرف، يا اما بس بيبقى الحجم طبعا ضيق على حجم جذور زي الطماطم مثلا في الأسس الصغيرة. طيب حاجة زي ده هيت هنجيبها، أهم شيء الثقب كده هو يكون كبير زي ده، هو ده الثقب اللي احنا عاملينه فين؟ اللي احنا عاملينه في الأسس بتاعتي، تمام؟ ده هنزرعه طماطم، هنحطه كده، تمام؟ الأسس، وهنجيب حتة شبكة صغيرة زي ده هيت، وهنحطها فين؟ هنحطها على الثقب اللي انت شايفه بالوضع ده هوت. هنجيب ماسورة زي ده هيت، تمام؟ وهنبدأ نعبي التربة بتاعتنا. هنوقفها كده ونبدأ نعبي التربة بتاعتنا، مفيش أي مشكل كده، وفي الماسورة موجود، تمام؟ واحد هيقول لي الماسورة هنعمل بيها، هقول لك هنعمل بالماسورة إيه، ما تقلقش خالص، بس ده الطريق الصحيح إذا كنتوا عايزين تزرعوا زراعة محترمة ما فيهاش أي مشكلة خالص، عشان ما نشكيش من الأعفان بتاعت الجذور. يبقى هنعمل الآتي، عايزين تنفس كويس يا جماعة، يبقى إحنا عملنا الثقب الواسع وحطينا فيه، هنيجي في الماسوره ديت نعمل ايه بقى؟ شايف ده ايه؟ ده السن اللي عندنا بتاع البنايه، هنبدا نحطه. ليه السن بنحطه هنا؟ بنحطه هنا في الماسوره لحد الماسوره ما تتملي. ليه؟ علشان السن ده طبعا بيعمل لي عمليه تهويه وبيصرف لي الميه الزايده من فوق لتحت وفي اقصى سرعه، وهنشوف دلوقتي. هنقعد نملى لحد ما نوصل ل السن ده علشان يعمل لي عمليه صرف كويسه للاسس بتاعي، تمام؟ وكمان ما تبهدلش المكان اللي تحطه فيه، سكوت هتحطه في بلكونه ولا تحطه في صاله ولا تحطه في اي مكان. وطبعا ده طبعا ماده خامله ما بتتفاعلش مع اي حاجه كانت يا جماعه، دي ما بتتفاعلش، السن طبعا مش هيتفاعل لا مع كيماويات ولا مع غيره. وهنبقى نشيل الماسورة كده هوت، يبقى احنا كده ضمننا ان في عندنا منفذ للتربة بتاعتنا، تمام؟ طيب هات المية، وهنبدأ نروي، مفيش اي مشكل خالص. بس على فكرة السن ده هوت بيتزرع فيه زراعة مائية، مفيش اي مشكلة خالص، انه خامل يا جماعة، مفيش اي مشكلة خالص، تمام؟ هنبدأ نروي الحاجة بتاعتنا ونشوف بيحصل فيها ايه.
ده بقى اول مجرد ما بتروح على طول في مسافات بقى بينيه بتحصل كتير ما بين السن وبعضه، ما بيبقاش زي التربه طبعا متضغط لان احجامه كبيره، وكل الاحجام ما كانت كبيره كل المسافات البينيه ما كانت عاليه، فبالتالي الصرف يزيد. شايف عندك كل اللي زايد انت بتروي من فوق، وكل اللي زايد هو نازل من تحت. كل اي ميه زايد مجرد ما دي اتملت ميه هي يبقى ابتدى الصرف يكون عندك كويس. دي مش هتصرفه بس، لا دي هتدخل كمان اكسجين لجذور النبات. دي الطريقة الصحيحة للي عايز يشتغل صح ويشتغل باحترام، دي الطريقة الصحيحة. اما اللي احنا بنشوفه كل شوية صور زهقتنا على الواتس اللي فيه عفن جذور وبنحطه توبسين، ما ينفعش ولا اي حاجة هتنفع طول ما معدل المية كتير عندك وما فيش صرف جيد. تمام، حتى انت لما بتحط التربة وبتعمل كام ثقب برضو الصرف ما بيكونش جيد. وظايف السن زي احنا ما عملنا القصة دي اللي هو هيعمل لك اول حاجة هيصرف لك المية الزايدة زي ما انت شايفة هي بانتظام، المية الزايدة هي بانتظام اهي نازلة خالص من اهي نازلة المية الزايدة هي، لان المية هنا كمان ايه خلاص كملت. مجرد ما نمنع المية هنا هي تصرف المية الزايدة عن مسام التربة عن حك النبات وبعد كده بتروح. دي كل اللي عايزين نقوله، بالاضافة لان السن ده بيعمل تهوية لجذور النبات جيدة وبيخليها توصل لحد تحت. تمام، ده اللي كنا عايزين نقوله في ازاي نخلص نفسنا من قصة الاعفان في الزراعة المنزلية. شكرا لحضراتكم.